حادثة عين وحادثة حال، وحادثة الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية تحفظوها. حادثة الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. حادثة الحال إذا تطرق إليها الاحتمال يسقط بها الاستدلال. وحادثة الحال إذا تعارضت مع أحاديث صريحة نصية، المقدم ماذا؟ الأحاديث ماذا؟ القولية. مثال ذلك لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بإيش؟ ولا بغائط. ثم من حديث ابن عمر أيضا في الصحيح أنه رقى يوما على بيت حفصة، فوجد النبي على بيت حفصة أخته، فوجد النبي مستقبلا الشام مستقبلا القبلة مستدبرا إيش؟ مستدبرا الشام. الحديث موجود في الصحيح وموجود في كتب الفقه كالعمدة وغيرها. فنقول هذه حادثة عين وحادثة حال لا تعارض ليش القول الصريح. ثم أخذ أهل العلم لها تأويلات وقالوا إنما يكون ذلك في البنيان، ولا يكون ذلك فين؟ ولا يكون ذلك في العراء. فهذه حادثة عين ترد من هذا الباب.